السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الخيوط. اليوم إن شاء الله رح نشتغل مع الست ماجدة سلفي الصياد ورشة كتير حلوة مميزة اللي هي الأرنوب المميز. خلونا نتعرف على الأدوات اللي رح نستخدمها وخيوط الصوف. بالبداية رح ناخد خيط الصوف الأساسي يلي هو لون الجسم، ومعنا 3 ألوان، فيكم تختاروا أنتوا الألوان اللي بدكم إياها. طبعا لون واحد رح يكون أكتر من باقي الألوان. رح استخدم انا اللون الابيض للبلوزه واللون الاصفر للبنطال، ورح استخدم كنار لون بني. فيكم انتم تستخدموا الالوان اللي بدكم اياها، وسناره بتناسب الخيط. الخيوط المستخدمه عندي ليزي كوتون جولد، بتناسبها سناره رقم 2، بس انا مشان ما شد ايدي رح استخدم سناره 1.5. مقص وابره تطريز وابره خياط عفوا. والعيون رح نحكي عنها بجزء الرأس. رح نبدي هلأ ونشتغل الإيدين. ناخد أول شي لون الجسم، رح نعمل دائرة سحرية ونحط فيها 6 حشو. يعني أول دور رح يكون دائرة سحرية فيها 6 حشو. 1 2 3 4 5 6. طبعا ماركر من الأدوات المستخدمة. بنسكر الدائرة السحرية. الدور رقم 2 رح يكون تزايد بكل الغرز، يعني بصير عنا 12 غرزة. تزايد بكل الغرز 12 غرزة. الدور رقم 3 رح يكون عندي 3 حشو تزايد، وبنهاية الدور بصير عندي 15 حشو. 3 حشو تزايد. 1 2 3 تزايد. رح خلصهم وارجع لكم. عنا الدور 4 5 6 رح يكونوا ادوار ثبات، 3 ادوار ثبات على 15 حشو. رح اعملهم انا ورا الكاميرا ونرجع لنخلص الايد. دور رقم 7 رح يكون عندي تناقص، فيكم تحطوا الماركر تناقص، لاني ببقي عندي 13 حشو. تناقص 13 حشو. دور رقم 8 عندي تناقص، ببقي عندي 12 حشو. يعني الدور رقم 8 تناقص 12 حشو. الدور رقم 9 كمان رح يكون عندي تناقص بالبداية، و11 حشو لنهاية الدور. هلأ معنا الدور رقم 10، معي 12 غرزة. الدور رقم 10 للدور رقم 20 رح يكونوا أدوار ثبات. رح أشتغل أدوار ثبات من الدور رقم 10. خلصت أنا أدوار الثبات. هلأ عندي الدور رقم 21، رح نغير اللون، منفك طبعا آخر غرزة، ورح نحط لون البلوزة. حطينا لون البلوزة، رح نشتغل هلا ثابت على اللوب الخلفي. رح نشتغل أدوار ثبات على اللوب الخلفي. 12 غرزة على اللوب الخلفي بلون البلوزة. هيك صار عندي 12 غرزة. الدور رقم 22 كمان رح نرجع نغير اللون.
للون البنطال. نرجع نفك آخر غرزة، منعقدها بلون البنطال، وبنشتغل كمان دور ثابت على اللوب الخلفي. هيك خلصنا. طبعا ما رح اعدل لانه انا رح ارجع اشتغل باللون الابيض، ارجع اللون الاصفر لورا، اشتغل باللون الابيض وبعد اخر غرزة. طبعا احنا هيك خلصنا الالوان، هلا رح نشتغل ثابت باللون الابيض، بس نرجع نشتغل هذا الدور على اللوب الخلفي كمان. فيكن تقصوا الخيطان، تعقدوهم ببعض، هلا عندي من الدور رقم 23 للدور رقم 27 سبات، كمان على 12 غرزة. من الدور رقم 23 للدور رقم 27 طبعا نشتغلون على اللوب كله، يعني على الحرف الفي كامل. رح خلصهم انا ورا الكاميرا واعقد الخيطان ببعضهم وارجع لكم. خلصت الادوار الثبات وحشيت الايد، طبعا نحشيها شي خفيف شوي، خفيف يعني ما بنكتر حشو، شي انها تكون بشكل معقول، ما تكون كتير وسميكه. اخر دور عندي اللي هو الدور رقم 28 رح نعمل 6 تناقصات. طبعا الطريقه اللي نحن رح نوصل فيها الايدين مع الجسم طريقه الازرار. اذا حبيتوا تعملوها بطريقه الازرار لازم نعمل هدول التناقصات، 6 تناقصات. واذا رح توصلوها بشكل عادي رح تطبقوا الايدين على بعض هيك وتقفلوها 6 حشو. انا رح اعمل طريقة الازرار كونها طريقة جديدة وفينا نستخدمها بكتير باترونات. طبعا هاي الطريقة فينا نحنا نخلي الايد تبرم، هيك خلصت. بنقص الخيط وبدنا نقفل دائرة التناقصات من فوق. ناخد بس اللوب الأمامي ومنشد الخيط، كل ما أخدنا لوب نحاول نخليها بشكل مدور شوي، ونخفي الخيط. بهذا الشكل هيك نحن خلصنا أول إيد.
رح نعمل ايدتين رح نبدي هلأ بالأقدام أو الأرجل، بناخذ لون الجسم نشتغل 6 سلاسل، ما رح نشتغل دائرة سحرية اليوم، رح نعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، هاي 6 سلاسل. رح نترك أول سلسلة أول غرزة ورح ناخذ الغرزة الثانية ونعمل 4 حشو، 1 2 3 4. بآخر غرزة رح نعمل 3 حشو بنفس الغرزة، 1 2 3. طبعا قبل ما اعمل الثالثة، مشان اذا في احيانا عم تطلع معنا الفجوة، هون هي الغرزة بتكون فتلتين لوبين، نحن عملنا 2 بأول لوب، رح نعمل 3 باللوب اللي المقابل ونفسه، يعني نفس الغرزة بس باللوب الثاني، هيك بتسكر معنا مزبوط. هاي 3 بنفس الغرزة، على الجهة المقابلة رح نعمل 3 حشو، 1 2 3، وبقى عنا غرزة أخيرة رح تكون تزايد. هيك خلص معنا الدور ب12 غرزة. الدور رقم 2 رح نعمل بأول غرزة رح نعمل تزايد، بعدين 3 حشو، 1 2 3، رح نعمل 3 تزايد، كل 3 تزايدات ورا بعض، 1، هي أول تزايد، 2 3، 3 حشو، 1 2 3 حشو. بآخر غرزتين رح نعمل 2 تزايد، هاي أول تزايد وهي تاني تزايد، وبينتهي هيدا الدور معي ب18 حشو. الدور رقم 3 رح نعمل حشو تزايد، 3 حشو، 1 2 3 حشو. حشو تزايد 3 مرات، حشو تزايد أول مرة، حشو تزايد تاني مرة، حشو تزايد ثالث مرة، 3 حشو، 1 2 3. حشو تزايد 2 مرات، حشو تزايد أول مرة، حشو تزايد تاني مرة. هيك نحن نكون خلصنا الدور ب24 غرزة. هلأ معنا أدوار ثبات، الدور رقم 4 و5 و6 أدوار ثبات على 24 غرزة، رح أشتغلهم ورا الكاميرا وأرجع لكم. دور رقم 7 رح يكون عندي، بالدور رقم 7 هلأ بدنا نبلش بالتناقصات، رح يكون عندي 5 حشو، 1 2 3 4، هي 5 حشو، رح نعمل هلأ 6 تناقص، طبعا نعمل التناقص المخفي، 1 2 3 4 5 6، لآخر دور بصير بضل عندي 7 حشو، 1 2 3 4 5 6 7. هذا الدور خلص معنا ب18 حشو. هلأ الدور رقم 8 رح يكون عندي حشو تناقص،
حشو حشو تناقص حشو، 4 تناقص 1 2، طبعا 4 تناقص بتكونوا من الأمام، 3 4 حشو تناقص 3 حشو، 1 2 3 بيخلص معي هيدا الدور ب12 غرزة. هلا الدور رقم 9 رح يكون دور ثابت، رح اشتغل رقم 9 دور ثابت. هيك نحن خلصنا دور الثبات وحشينا شوي. هلأ رح نغير اللون، رح نستخدم لون البنطال، رح فك آخر غرزة وآخذ لون البنطال. رح اشتغل دور ثابت على اللوب الخلفي. خلصت الدور، بس قبل ما اكفي انا رح استخدم اللون البني واعمل الكنر. الكنر طبعا بيكون على اللوب الامامي، فيكم تشتغلوا انتو على اللوب الامامي حشو وفيكم تشتغلوا منزلقات، بتاخدوا بتحطوا السنارة بين اللوب الأمامي والسطر الموجود فوقه وبتشتغلوا منزلقات. طبعا بيكون الخيط من جوا، رح اشتغل انا منزلقات، فيكم تشتغلوا انتو حشو على الفرونت لوب. انا خلصت، رح نسحب الخيط طبعا مشان نسكر اول وحده واخر وحده. رح ندخل باول وحده نحن عملناها من تحت، طبعا ناخذ اللوبين ونشد الخيط، ناخذ الخيط طبعا. هلا ندخل، رح ندخل من جوا، ندخل باخر وحده عملناها، بس ندخل بنص حرف الفي هيك، ونرجع ناخذ الخيط هيك، نحن نكون عملنا حرف V.
ومنقفل الخيطان على بعضها، رح خلصهم أنا وأرجع. شغلنا الدار رقم 10 هو دار ثابت، والدار رقم 11 كمان رح يكون دار ثابت على 12 حشو، رح أشتغله أنا وأرجع لكم. هلأ الدار رقم 12 رح يكون عندي حشو تزايد 6 مرات، حشو تزايد 6 مرات، بصير عندي بنهاية الدار 18 حشو. حشو تزايد، أنا رح كفي الدار حشو تزايد 6 مرات لنهاية الدار. الدور رقم 13 رح يكون دور ثابت على 18 حشو. الدور رقم 13 هو دور ثابت. الدور رقم 14 رح نشتغل بالبداية حشو تزايد، حشو تزايد. هلا رح نشتغل 2 حشو تزايد 5 مرات، 2 حشو تزايد 5 مرات، 1 2 تزايد، 1 2 تزايد، هي تاني مرة، 1 2 تزايد، هي تالت مرة، 1 2 تزايد، رابع مرة، 1 2 تزايد، خامس مرة، بضل عندي غرزة وحدة رح نعملها حشو. هلأ الدور رقم 15 رح يكون دور ثابت 15 و16 أدوار ثبات على 24 حشو، رح أشتغلهم وأرجع لكم. خلصنا دورين الثبات. هلأ نحنا خلصنا الرجل، رح نعمل الرجل الثانية، بس أنا رح أعمل الرجل الثانية ورا الكاميرا بس مشان وين نحط نترك الخيط. هلأ عنا الماركر صار بمنتصف الرجل، منتصف الرجل. نحنا وقت رح نوصل، رح نوصل بالرجل اليمين للرجل اليسار، يعني هاي الرجل رح تكون الرجل اليسار. رح نفك الرجل اليمين، وقت اللي بدنا نكفي نوصل من الرجل اليمين للرجل اليسار رح نشتغل بعد الماركر 7 حشو، رح نشتغل بعد الماركر 7 حشو. طبعا انتو فيكم تحددوا مثلا هاي منتصف الرجل، تمام، رح نشتغل 7 حشو ونقطع الخيط من الرجل اليمين، عفوا ما بنقطع الخيط، بنتركه لحتى نوصله بالرجل اليسار. والرجل اليسار رح نفك تقريبا 4 أو 5 غراز، تقريبا 5 غراز حسب ما انتو تشوفوه مناسب. هيك منتصف الرجل فكيت انا 5 غراز ومنقطع الخيط. اذا الرجل اليسار منفك 5 غراز والرجل اليمين منزيد تقريب 7 غراز. هي خلصنا الرجل، انا رح اشتغل الرجل التانية. رح نعمل هلا الأذنين. رح نعمل بالبداية دائرة سحرية، دائرة سحرية منحط فيها 6 حشو، 1 2 3 4 5 6. نسكر الدائرة مزبوط. الدار الثاني رح يكون عندي تزايد بكل الغراز، بصير عندي بالنهاية 12 حشو. تزايد بكل الغراز، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
الدور رقم 3 رح يكون عندي دور ثابت على 12 حشو. الدور رقم 3 دور ثابت على 12 حشو. الدور رقم 4 رح يكون عندي حشو تزايد 6 مرات، وبينتهي معي الدور ب 18 حشو. حشو تزايد، حشو تزايد، رح خلص أنا لآخر الدور وأرجع لكم. الدور رقم 5 رح يكون دور ثابت على 18 حشو. الدور الخامس دور ثابت على 18 حشو. الدور رقم 6 رح يكون عندي 2 حشو تزايد 6 مرات، 2 حشو تزايد 6 مرات، لنهاية الدور بصير عندي 24 حشو. الدور رقم 7 رح يكون عندي دور ثابت على 24 غرزة. الدور رقم 8 رح يكون عندي 3 حشو تزايد 6 مرات، وبينتهي معي الدور 30 غرزة. 2 3 تزايد. الدور رقم 9 10 11 رح يكونوا أدوار ثبات، 3 أدوار ثبات على 30 غرزة. رح أخلصهم وأرجع لكم. الدور رقم 12 رح يكون عندي 3 حشو تناقص 6 مرات، وبينتهي الدور معي ب 24 غرزة. 3 حشو تناقص، 1 2 3 تناقص. الدور رقم 13 رح يكون دور ثابت على 24 غرزة. الدور رقم 13 دور ثابت. الدور رقم 14 رح يكون عندي 10 حشو تناقص مرتين، 10 حشو تناقص، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تناقص، بقي عندي 10 حشو تناقص مرة تانية. الدور رقم 15 هو دور ثابت على 22 حشو. دور ثابت 22 حشو. الدور رقم 16 رح يكون عندي 9 حشو تناقص مرتين، 9 حشو تناقص مرتين. الدور رقم 17 رح يكون عندي دور ثابت على 20 غرزة. الدور 17 دور ثابت على 20 حشو. الدور رقم 18 رح يكون عندي 8 حشو تناقص مرتين، 8 حشو تناقص مرتين، وبينتهي الدور معي ب 18 غرزة. الدور رقم 19 هو دور ثابت على 18 حشو. دور ثابت على 18 حشو. الدور رقم 20 واللي هو الدور الأخير رح نعمل حشو تناقص 6 مرات، حشو تناقص 6 مرات، بضل عندي 12 حشو ومنقطع الخيط. حشو تناقص. هيك بنكون خلصنا الأذن الأولى. رح أعمل أنا الأذن الثانية ورا الكاميرا، منقص الخيط. هيك بتكون شكل النهائي. طبعا ما بنحشيها للأذن. هلأ نحنا رح نعمل الفم، ورح نستخدم لون الجسم ونعمل دائرة سحرية ونعبيها 6 حشو. 1 2 3 4 5 6 حشو. رح نعمل تزايدات متتالية مثل كل مرة. ثاني دور رح يكون تزايد بكل الغراز. 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. هاي تاني دور خلص. الدور الثالث رح يكون عندي حشو تزايد 6 مرات، وبينتهي معي الدور ب 18 حشو. الدور رقم 4 رح يكون عندي 2 حشو تزايد، 2 حشو تزايد، وبينتهي معي الدور ب 24 غرزة.
الدور الخامس رح يكون عندي 3 حشو تزايد 6 مرات، وبينتهي معي الدور ب30 غرزة. الدور الأخير اللي هو الدور رقم 6 رح يكون دور ثابت على 30 حشو. هيك نحن خلصنا الأنف، رح نقطع الخيط، نقطع شوي طويل، بس رح أوصل أول سطر أول غرزة بآخر غرزة. رح بدخل بالسنارة من تحت أول غرزة وباخذ الخيط، ورح أدخل بالسنارة نص حرف الفي الأخير وأرجع أخذ الخيط. هيك نحن منوصل الأطراف ببعضها. وهيك نحن بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعملنا الإيد والرجل والأذن والأنف. هيك بنكون نحن خلصنا أول جزء، إن شاء الله الجزء الثاني رح يكون قريبا. وما بننسى أنه الورشة هي ورشة ست ماجدة سلفي الصياد، هي متابعتنا على الواتساب. إن شاء الله يكون شرحي كويس، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.